أركان العقد الصيغة. يعني إيه الصيغة؟ إجابة وقبول، زوجت كابنتي أو موكلتي، هو التاني يقول قبلت زواجها منها على الصداق، يسمى، ممكن يسمى الصداق، دي من السنة يعني، إن الصداق المسمى كذا وكذا وكذا حتى يعلم الناس أن قد أصدقت عليها بكذا، وده معلوم عن النبي عليه السلام، وهنقول الحديث دلوقتي. النقطة التانية من الأركان الزوج والزوجة موجودة، دي العريس والعروسة، كمان من أركان العقد الحتة اللي أنا عايز أتكلم فيها، معلش الولي، وحابة أتكلم في الكلام ده وأفصل في النقطة دي، موافقه والكلام لا مفيش قصص مش بدنا كلام. ولي، بدون ولي لا يصح النكاح، بدون ولي للمرأة، مذهب الجمهور المالكيه والشافعيه والحنابل، كتير من السلف قال نفس الكلام ونفس الراي، حقي عن الصحابه اصلا ان مفيش اختلاف من لازم المراه بولي. حديث مين؟ عن سيدنا ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي. برضو حديث سيده عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه نكحت بغير، يعني نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من إيه؟ من فرجها. فإن يعني اشتجروا، يعني حصل شجار ما بينهم، من الولي؟ فالسلطان ولي من لا ولي له. خلينا فاهمين. الركن الخامس في موضوع العقد النكاح الشاهدين، ولازم يكون شهود عدل. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، عدول يعني، يكون عندهم حكمه وحسم، ما يكونش من السفهاء وهكذا.